4 7 صوبوا كود ما فيه حتى شي رقم كيتعاود جبرات. يا غادي نحاولوا نجربوا الصندوق، نحلوا الصندوق. الصندوق مادي شخبارك اخويا؟ يا خويا مومو صافا بخير، نهار كبير هذا اللي دوزت معاك اليوم. وانت صح لاباس فما لا؟ الحمد لله اللهم والله الا فرحان بزاف حيت دوزت معاك اليوم، نهار كبير هذا. مرحبا سيدي مرحبا. الله يوفقك. الكود اللي صوبتي ب 347 374 نجربوا 374 ما حليتيهاش. ماشي مشكل اخويا مومو، المهم هو اننا دوينا معاك اليوم. هادشي اللي كان مازال، هادشي اللي كان اخويا. مرحبا الله يحفظك اخويا مهدي. ميلود وي سي مومو، اش اخبارك ميلود؟ كلشي بخير صح لاباس؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. فرحة اليوم بزاف انا اللي دويت معاك على هذا الراديو. الله يحفظك اخويا. مرحبا مرحبا اخويا. الكود اللي صوبتي ب 347 473 نطلبوا الله يكون شي حظ سعيد. واخا سيدي جربوا 4 7 3 تون حليتيها. وي انا فرحان اليوم بزاف. وي شكرا سي مومو. مرحبا غزاله. بغيتي دابا نتفاهم رقم الصندوق هذا باش غادي يوقع دابا؟ الصندوق تحلات، الصندوق فيها ما بين 100 درهم حتى 5000 درهم. انا كنقترح لك قبل ما تعرف شحال كاين في الصندوق اقترح عليك 1500 درهم تاخذ الدابة بون داشا تشري بها الدربه اللي بغيتي دابا تاخذها قبل ما تعرف شحال كاين في الصندوق. ميلو تاخذ 1500 درهم ولا تاخذ داكشي اللي كاين في الصندوق وانت ما عارف شحال الصندوق فيها؟ ما بين قلتي الصندوق مازال ما قلتش شحال فيها الصندوق. الصندوق فيها ما بين 100 درهم حتى 5000 درهم. دابا انا قلت لك ميلود نعطيك تاخذ، واش تاخذ دابا واش تاخذ 1500 درهم دابا؟ وكنظن السي مومو ما نغامرش، لان هذه اول مشاركه ديالي ونظن نغامرش ناخذ 1500 درهم بلا ما نغامر. واخا سيدي مرحبا. 1500 درهم ديالك وخا بصحتك بصحة. شكرا سي مومو. 1500 درهم بزاف. شكرا سي مومو. بغيتي تعرف شحال كاين في الصندوقه؟ نعرف ضروري خصك تعرف واش كنت نربح اكثر ولا بارك علي 1500 درهم. الصندوقه كتفا الصندوقه كتفا 1000 درهم شتي. ايوا شكرا سي مومو. شكرا هيت راديو. بصحة وراحة اخويا. بصحة ميلود. شكون اللي كيفيق لصباح؟ شكون مومو؟ مومو